قلت نرجع لبلادي، قلت نرجع لبلادي نتمعن ونشوف تراث جدادي. لقيت الشوفه ما هي كافيه، ما لقيت الخيمه بشعر وصوف، تهدمت ولوتاد رجعت حافيه. ما لقيت الراحه الدور بين الكفوف وصوت النساء يوصل النغمه دافيه. ما لقيت القربه بجلد الخروف تطفي العطش بمويها صافيه. ما لقيت الكانون ودخانه يطوف، ما العافيته اليوم ولا الطافيه. فين الشكوى معلقه بتلت وقوف، البن بلدي مزيته ما هي خافيه. اتوحشتك يا ليالي الصيف، تهب نسمة تهزني فوق الكفوف، وسمايا بنجوم مبهجة صافية. تورات جدادي عليك راني ملهوف، واشجار عليك الزمان وجاب عادات عادات مخالفة. هذا كلام كلام معقول، هذا كلام فاطمة المسعودي من السهول. سيداتي سادتي، مرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج ريحة دوار. ريحة دوار اليوم لازال في منطقة اسمها لوكارفة على مشارف وادي أم الربيع نواحي البروج إقليم ستات. الصديق يقولوا لكم المرابي، من جات هاد المرابي؟ هاد لوكارفة كانوا في الحوك السابق ما كيتعاطوش التجارة، وكانوا كيجيو عندنا الناس بيبيعوا الشراية والجزارة، كيجيو من هجية الفوقانية، من الخنانسة، من العطوشة، من ولاسي سليمان، كيجيو من الخلافنا، وليد بيع شي حاجة كيفضيها. كانوا كيدبحوا البقران، كانوا كيدبحوا البقر، كاين اللي كيدبح البهين، كاين اللي كيجيب بحال هكشي الدلة وبحال أي حاجة كيجيبها، واللي جاب شي حاجة كيبيعو كيزيدو كيديو الرباح. هي لا سموه كيقولين هاو ديال المرابيح، هاد الكلمة ديال المرابيح على جات اللي جا عندهم كيربح. ما هيش زعما ساقعينو، لا اللي جا عندهم كيربح. زوقتيها؟ لا ماشي زوقتها، هذاك هو القيصي. لا تاتا اللي جات عندنا ان شاء الله غادي تربح. تاتا اللي جات ان شاء الله غادي تربح. الصديق كيفاش القضيه ديال بن العباس؟ بن العباس رحمه الله كان كيدير الخير بزاف، ومن اللي بغى يموت خلى واحد الكرني فيه الكريدي. داك الكرني نقولوا كيسال فيه الناس الفلوس. كناش قيد فيهم كاع الناس صحاب الدين، كاع الناس صحاب الدين، كاين اللي من دوار كاين اللي خارجين. كاين يوم اللي بغى يموت كان واك الساعه خوتو مال ولادو كانوا باقيين صاح، قال لهم جيبوا لي داك الكناش. اللي جابوا لي الكناش شرقوا، قال لي علاش شرقتي؟ قال لي انا شرقتو، انا كنسال الناس فلوس، اللي جاب لكم شي حاجه شدوها، اللي ما جاب لكمش الله يسامح. سامح في كل شيء. واش فلوس غليظه ولا رقيقه؟ ومن عرفك الساعه كان داك الساعه كانت غير 1500 كتسمى فلوس غليظه. لا انا ندير بحالو. اش غديري؟ الا كانت غليظه نخليهم منهم الوراثه. كيفاش القضيه ديالي لا تاكلوا منه شي حبه؟ هذاك واحد السيد من عين بلال كيقول لي سيدي بالعباس زيد، وكيجي وقت الزراعه كيتساري هنا في الدوار. مساري وجاء شي ناس هنا في الدوار كان كيقول لي مولاد خويا، غير هو من دوار وكيقول لي مولاد خويا، وتلاقى هو واحد المره من الجهه ديال الحوز، وكاع كيتسارعوا على الزرع بجوج. وهذاك سيدي بالعباس كان عنده واحد البغل قال لك مزيان، وسيدي بالعباس كان مشرف، لقاها اللي كيوقف عليها ما كاينه عمر وش الزرع ماشي نقول. وهذيك المراه كتسارع غير على راسها، كتجيب غير واحد الصريره، هو كيجيب الشواري عامر. ملي كيتلاقوا عاد داك السيد زاكين عندو بحال كتشرف وكتقول يا سيدي العباس انا غنعاونك في الزرع ندخلو، كتهز بالطباق وتدخل، هو شاد البغل وحاضي الدجاج، وهي كتدخل تفرغ في داك الباب داك البيت، زرعها في جهه وهو زرعه في جهه، وعاد كتهز من عندو وكتحط عندها هي. سير اليوم جي غدا واحد النهار جاي دخل تصاب الزرع ديالها هي كثار من الزرع ديالها هي. كانت كتغش ويقول لها أجرت يا عويشة؟ قال لي ما لا سيدي بالعباس أجرت. وقال لي أنت كتجيبي بالصرة وأنا كنجيب بالشواري، كيفاش أنت وليتي أكثر مني؟ قالت لي يا سيدي العباس أنا كنجيب وثاني. وقال عيط لها مول المحال، قال لي تعال أرحام هادي إما تمشي هي ولا نمشي أنا. قال لي لا سيدي العباس تبقاي على خاطرك. يلا قال لي عيشة هزي زرعك شوفي كديري لي. يلا شوفي فين تصدي. خرجت عاد شي ناس تما جيرانو قالت لي معطيني واحد القور ندير فيه الزرع.
صبر داك القور نكساتو فرشاتو صوباتو دارت فيه الزرع. ملي زقات فيه الزرع بغات تمشي للسراغنا، جات عسي بن عباس بغات تسامح معاه، قالت لها سيد العباس بالسلامه. قال لها جيتي عويش اش بغيتي؟ قالت يا سيد العباس بالسلامه انا بغيت نمشي للبلاد. قال لها اريدك، عطات يدها حك يدو على يدها. قال لها الا كلتي منا شي حبه انا يجمعوا رياح الكوشه ويحرقوني. إلا كلتي شي حبة من هذاك الشيء اللي غشيتي؟ أي أنا يجمعوا لي واحد الكوشة ويشعلوا العافية ويحرقوني. والناس اللي قالوا هاد الهضرة راهم باقيين حيين حاضرين القصة كاملة. مشات المرأة للسراغنا، سيدي العباس هو جمع زرعو مشى للبلادو، قطعت للسراغنا طيحت السالمة ماتت. حنا راه جا واحد ولد ختها عدد كل الناس، قال لي مودي الزراني مخلي الزراني مخليها عايشه فينا هو. قال لي ودي سير عند فلان راه مخليها في القور، داكشي اللي كاين الحق عند السيد. السلام السلام. قال لي الزراني مخليها عايشه. قال لي سير راه القور فينا هو، راه كيما ملساتو كيما خلت خلينا حنا ما لحقنا ما قربنا ليه. جاو الخطا فتح القور، ملي فتحوا القور صابوا الخرق من الفوق حتى لتحت. خسر خسر كلشي الرموت ترومد ترومد. جبد هذاك السيد ضل كاع نهار قال كيدري يدري يدري ما صابت حاجه، صابت دقيق ركب الحمار وزاد فحالته. الحق على عيشه، الحق على عيشه. لا هو مشى للبلاد وما لحقش العيشه، ها ورع البلاد وما العيشه مشات عبد الله. الله يرحم الناس، الله يرحم الناس. الغش خايب. ايوا الغش خايب من كل شيء. ما كتغش حتى شكون هو؟ انا في الحاجه القليله لا الكثيره. الله يرحم الوالدين. وكيفاش هذاك اللي لقاه كيشفر في زرعو؟ هذاك رحال بن عباس اللي كنا هضر عليه في الاول، كان كيحرس بزاف، كانوا هما فلاحه كبار. ومشاو يصيب واحد السيد كيرفد لي في المط لها المنطقه القدام. ملي لحق عليه صابوا السلام عليكم السلام. قال لي اش كدير؟ قال لي تتشوف. قال لي سير بلي يجيك مول الفدان. راه جاك مول الفدان يكرفسك. هو راه هو مول الفدان. اش قال لي؟ قال لي سير بلي جا مول الفدان راه غادي يكرفسك. لا يطحنك، لا يطحنك. وهو راه هو مول الفدان وخلى يعمر وزاد بحالاته. الصبر ديال الناس. كوكتي انت ما تصبرش انت. انا كراك ما دوزتي مع المط؟ لا ما ندوزش مع المط. لا نقدر نقلع لي البيجامه ونطلقو. اشنو هي؟ نطلع نقلع ليها البيجامه ونطلقو نقول سير بحالاته. كراك قلتي لي حط المط. وكيفاش هذاك اللي كان يقرا قلتي؟ واحد الفقيه كان مسكين رحمه الله، راه دابا السلسله ديالو باقه فيها الطلبه. وكان كيشارط على الدوار بلا شرط ولا والو، كان يشارط غير في سبيل الله. وكان كيجمع المحاضره هو اللي كيدير من الحسوق مع الصباح كيفطرهم. وكيقول لهم واحد الكلمه، انا الا درت الحسوق ثم جيبهم غير فات. انا الا درت الحسوق ثم جيبهم غير فات. جيبهم غير فات ديال العود باش تشربوا. علاش ديال العود؟ ما يجيبوش العواشق. اكثر العواشق فين كاينين هذيك الساعه؟ ما كاينينش كاين العواشق. كانت المغرفه وكانت البحراره. شنو هي البحراره؟ هذيك البحراره كان كيعوضوها من القرن ديال الحولي. كانت البحراره والمغرفه ما كانش العاشق زيد. ايوا سيدي. وكان كيقري قال لك كيقري المحاضره. وكان عنده واحد السيد تو رحمه الله كان صغير محضر صغير وكيقول ليه اقرا قبل صناك الاخر راه خير تو خير تعني بياض. وهذاك السيد مسكين تقرا وجمع القران وعاد كيعاد بياض عاد داير واحد العمار وكيجمع البيض في الدوار. كيقول لي قرأ البياض، قرأ البياض. ماشي كيقول عليه الفقيه صغرو. أيه ولا يديره في كبره؟ هو دايره في كبره. وتاش قال لك لبان؟ انا كنجمع الحليب. ها كنجمع الحليب. ما قالش لبان يعود مجموع لك الدبان. لا. الصديق كيفاش القضيه ديال هذاك بوحافه؟ ديال بوحافه سيدي كان كلمه بوحافه كان قيد لا كلمه في كلمته زيد. هو يبني واحد المحل كان نقولوا احنا قبه بالدارجه كنقولوا القبه. هو المحل مزيان زيد. هو يعرض على قبائل بني مسكين كاملين، الجميع ديال بني مسكين كاملين كلهم جاوا لا من شرقها لا من غربها. وكان عندنا احنا واحد السيد مسكين رحمه الله كيقول لي بالعقرب ومشى عند بوحافه وكان صاحب هو بوحافه. ايوا الناس قال يدخل يقول لي واتبارك على القيد ورا قبه هذه واش من قبه وهذا هو المحال وهذا راه ما خرجت من سكرات الموت كله مدوى. وهو مدواش هذا بالعقرب. اي هذا مدواش. ويقول لي بوحافه أماك ما قلتي والو. قال لي مالك بالعقرب انت كان ساكت. قال لي اش غنقول؟ القبه تريب مولاها يموت
القبة تريب ومولاها يموت. صدق الله العظيم راه دابا الديور كلهم رابوا. الله يرحم الناس. الله يرحم الناس اللي كيقولوا شي هضره على الاوهام وكتوصل. وكيفاش القضيه ديال البير ديال البوصوله؟ دوك اسيدي الناس كانوا كيسعوا الخير، كانوا كيديروا واحد كانوا كيديروا واحد الموسم لولاد سالم في العام العام زيد، وملي تجمعوا الطلبه زيد تجمعوا الطلبه ديال ولاد سالم كاملين وتجمعوا الجماعه وكالوا شربوا. وتعرف السيد من اللي كيشبع كيشبع كيعاود ويقول لهم واحد السيد والجماعه قوا طلبت ولاد سالم قال لي بوصوله راه كيحفر في البير. قال لي كيحفر في البير؟ قال لي وايه. قال لي وما حنا اش مطلوب منا؟ قال لي وانا نعطيكم واحد الفاتحه على جاي واحد الصافيه. قال لي راكم نص قالب تاع السكر، عطاو داك نص قالب ديال السكر باخو في الطلبه. قال لي بوصوله؟ قال لي العام. قال لي هذا القالب سير حط له حي في البير. مشى داك بوصوله داك نص قالب لاحو في البير. مشى ولاد سالم بحالهم الغد هاكدو المعلم الدقه الاولى الثانيه طلع الماء كان قاعد دوار كيشرب منه كامل وما كيوكحش. سبحان الله العظيم الناس اللي كانوا كيسعوا الخير. بالغزواني كيفاش القضيه ديال الشفيفير اللي دخل على ديك الخيمه؟ قال لك دخل كيخون يحسوا به حصل فاقوا به هاي ويني ما شافوش لا صابوا. قال راه يدور يجريوا عليه في الخيمه زيد يوم اللي صابوا مدركو عادوا باغين يشدوه صباح البرد عا قدامه ويرفد له حام فوق الحي لحام فوق حيد قال زدت قال راه الاخرين قال صافي راه نقز الاخر نقز كلهم خرجوا برا شي خرجوا مع الباب يجريوا يعرضوا هو تسلم القدخر ولا لا خرج مع الباب تاقوا معاهم بصح نيت ما بقوا عارفينه ما بقوا عارفينه واش عبوا نقز من فوق الحيط وراه تعب حمام الله الله يخلف على البردعة والحمار فين صدموا البردعة ما كاين لا حمار ولا البردعة اللي صدم حطوا طلع عملهم عملهم وخرج في حالاته. وكيفاش الوالد قلت لنا قبيله رحال الكروسه هذا كان كي ينقي في واحد البلاد بلادات كان مشى للشاويه وهو كان مسكين كيخمس على شي وحدين خوتو وكيدير اللي حرات عشيه ملي جيبات في البروش والصباح ثاني صباح قدام الباب يمشي حرات. وكيفاش قلت لي يد الخيش تلت عبرات تاع فارينا قال لك ولا قم حرفدهم على ظهره قدام البروش تلت عبرات ايه شحال هذه ثلاثه تلت عبرات شي 18 و 36 و 18 كلها وصلها للبروش كلها وصلها للبروش اتقيل هادشي يا صاحبي ما زعما واش كذبنا عليك ها واش كذبنا عليك قلنا نجيبو ونهزو عليك درك انت لا انا راه ما نهزت 10 كيلو وثلاثه العبرات شحال من كولومي يضرب على هذا البروج وراه 18 كولومي 18 كيلومتر كلها غالي ما 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 عيا ما والو والله اعلم شوف واش عيا ولا ما عياش ما ديرهاش حتى با الغزواني وقلنا 10 كيلو ما نقدش سخنيت ما قد على تمارتها لا با الغزواني كيدير العرس بكري والعرس بكري كان تاع عجمه وميها وصاف كاين حتى حاجه والو ما كانوش عيالات يوجدوا ليه واش يوجدوا ليه قول ياك ما كان ما يوجد اش كاين ما يوجد والو اللي جاي تقول اطعم لا صاب اطعم على الرقا قال صافي راه كرامات رحمه الله ايوا واش والطعام كان فيه شي لحم ولا والو لا بدا مشي الحيمه ها الحيمه ها الحيمه وياكلوا على الكبار وتسافر لا محال قليل لا شاط لي يمشي مصحنيت على شاط لي والعراده كي كانت والعراده واحد الخيمه يجي واحد من الخيمه اي ماشي يجيو كاملين فين يجي اش بغا ياكلوا اش بغا ياكلوا من يجي واحد الخيمه الخطبة كي كانت؟ الخطبة حتى كانت الخطبة كيشتي ما يقايب الريت لقى معاه في السوق ولا داك يعطيني بنتك وبسلام اش من خطبة فين كاين الخطبة؟ صعيب بحال درك بكري وبكري كانوا يعلموا الولد باش يخطبوا ليه ولا والو؟ وانت الولد ما في راسه ما يعاود تجيبوا لي تتراتك بحال كانيت وبحال كاك فين لقاتك انت الخبار؟ لقاتني في الخلا كنت سارح اه حتى جاو قالوا لك راه خطبنا لك وجي ها وجي وفرحتي الوالد وش عيد انت راسك
درك تفارق من هار خطبوا لك فرحت ولا لا؟ أنا فرحت صغير ورتحنا بحالك تفرحتي إيه وش وهذه البياسة اللي خادوا لك عارفة ولا ما عارفة؟ أنت فين كنت عارفة تتعير تعب حال درك تمشي تختارك ولو العراس سلامت ما ألا عمرتي بصحنيت والوالد والوالدة من يبغوا يمشوا خطبوا ما قالوا لك والو واش قالوا لي قالوا لك راه غادي يمشيو خطبه وصافي انت مفرسك ما تعاودي ما عرفتش كي داير لا عوره ولا عميه ولا وتاير ما عارفك لا عور لا عمى ايوا معقول عليكم بجوج بحال بحال ها وبحال بحال كيفاش قلت يا الوليد كان جواج بكري ايه مشيو خطبوا ليك ايه مشيو خطبوا ليك كنا كنحشموا ما نحضروش للخطبه يقولك غادي يجوزوك ولا كذا ما عرفتش ما يتعاود والو مشيو الوالدين يخطبوا ليك زين جيت قادو عما ماري المراق ايه وكي تقادو كي جوجوك تما تعرفي ما تعرفك وشكون اللي اختارها ها شكون اللي اختارها اختاروها الوالدين الوالدين ايه الام ولا البو الام والبو مقادين عليك تافقوا على البياسه اللي ايه اللي تليق لك وصافي اه شي كاين ها ايه ايوا كنمشيو يدو السكر يخطبوا زين ايوا وكاي يمشيو يدو السكر يخطبوا سيدي وكاي تقادو كاي يديروا راس يسمو الصداق كيديروا كاين 4000 5000 صداق هادي انت نهار بغاو يخطبوا لك فين مشاو هنا دوار في الدوار هنا عفلو كارفه نيت عفلو كارفه امنكم فيكم امنا فينا والمرأة تعرفتها ولا ما تعرفها؟ اه نعرفها اه نعرفها وين ما عمري شيء ما يلحقت عندها اه ما شايفاش عيدا شان عطيته في العران 4000 ريال 4000 ديالك انت ولا ديال بوك؟ ديال بويا بويا هو اللي جوزني انا نخدم انا ما نعرفش الخدمه انت تعرف على الخدمه صافي يقول خويا احنا جوزنا السرحه الفلاحه الفلاحه والسرحه والفلاحه صافي اي ونهار جاتك الخبار فين لقاتك السرحه ولا فين؟ نهار خطبوا لك اي انا كان هنا في الدار وكان نشيق الخبار علموك بلا غاديين يمشيو اي وفرحتي الوالد ولا والو؟ فرحنا ما ها ما خشاي وما شويه لا بداية باغي تجوجي راه بدا غادي يفرح وقال لك السيد ملي كيتجوج ايه كيفرح زين وملي كيموت كيفرح عادوا فرحات من يتجوج يفرح ايه ومن يموت باه كيفرح ويلي لما يموت باه ويفرح ايه علاش علاش كيعود يبغي يمشي ولا المراه يدور بها بيها تقول لي نمشيو لذاك الدوار نمشيو لديك ملي يكون بوه ما قدرش يتفاوت هاكر هي على الخلعة على الخلعة اللي ديرها ايه وماشي كيف راح لي يموت بوه علي قبل الورد ايه ما هوش على الورد ما يفرحش هو على فرح هو ملي يموت البو يتحيد الحكام يتحيد الحكام بكري. مناش كانوا يحشموا ها علاش ايوا بلادهم وهداك ما كانش يقدر يهز ولده قدامه الا والو تقول والمرأة نهار العرس ايه؟ الوليد نهار العرس ايه؟ الراجل ما يبانش قدام بوه الا والو تقول والمرأة نهار تجوز ما خلاش تبان يبان بوها ولا يبان اسمه تخرج ما تشوفوش كتحشم شحال ويا حشمانة ايه قولي ديك شهر ولا تسرع عندك زيد ايوا عاد ما تتحشمش من ورا العرس شحال ايه من ورا العرس ها شحال ورا العرس ملي يتعود عندك حتى في العرس في الدار كتعود تحشم تم شيخه ومن الواسه كتعود تحشم منه واخا ونهار تبان الكرشه ها نهار تبان الكرشه ايوا نهار تبان الكرشه من عندها ما دير اش كدير اش كدير قلت لك كات عندها ليزار وعندها تحت ديال دوك التوابس بكري كانوا التوابس ايه وكانت تلبس كتمتن مثل ما تشوف يا قبل عرف يا قبل تمتن اللبس اي اللبس باش ما تبانش كرشها ما تبانش والو تتولد اي عين ما شافت اي قلب لا وجع واخا من يزيد الدري اي ما يقدرش يهزو قدام بوه لا والو تقول والو ما كنهزوش تعود يتابعك الخلا تعود تابعك الخلا الخلا غادي تهزي كاين شي تحشم تحشم اي تتحشم ديال الوالد مش انا نحشم أيه. واللي ما عنده وجه يدير عشرة اش يدير يدير عشرة واللي ما عنده وجه يدير عشرة العريس فين كيعوم العريس كان تقلد الصباح كان ديرو كان عاد ما كان ديرو كشي بكري فراينة سمعتي ديك فراينة كيديروها كي وكيديروا الخدمه تاع النحاس كيطيبوا الطعام الخدمه ديال النحاس زي تاع النحاس ايه وكيديروا التيشه حامي سميتها
كيقول لي حمير رمي تيجا. حمير رمي. إيه تيجا. زيد بالبولة. هكاك. زيد. أيوا سيدي وكان الناس كيفطروا وكيجيبوا كيجروا طروحة بالسمن وبالعسل وبالزيت. هذا ما كاين الخبز ديال الفراح. إيه. ياك. البطبوط. ملي ياكلوا. واش البطبوط؟ إيه البطبوط. زيد. كنهودوا الواد. كتمشيو للواد. نمشيو للواد. ياك إيه؟ كنمشيو للواد كذاك العريس كيهود ويضيع ما الصابون وبنادم يحسن ويغسل وخبر وخبر كيدار في الصيف العريس كيدار في الصيف اي في الصيف تيجمعوا الناس يجمعوا الناس الفلاحة ويجمعوا الزرع ويجمعوا عدا كنعرسوا ويبلطوا نوادرهم اي وتملسوا عدا كنعرسوا كيفاش قلت يا الوالد العريس كيعوم في عين حمام اي شنو هي عين حمام عيون جايين خارجين من الكاف عيون خارجين من الكاف وغادي نعطوا كيكبوا الهواد وسخانات سمعوا الفقرو معروفين معروفين وباقين حتى درك لا لا ما بقاوش ملي طلع من داك السد ملي جا السد صافي ما بقاوش داك الشيء عمر خيس وتقفل داك الشيء وما بقاش الواد تحول هو من بلاصت عين حمام عين حمام معروفة في المسكين كاملة معروفة هنا في القبيلة عارفين حتى ديك الجيران انت ما عارفين ولاد عمولا ولا الفقراء ولاد عمو الجامعي ولا كشي وكان طالع واحد الخصر وكان قبلو فيه طال العصر على انتم مجايين العريس كتمشيو للقصر تقيلو فيه تقيلو فيه دوزو فيه النهار ايه كان ميقات العصر عاد نكونوا طالعين العريس والناس اللي عماه شكون اللي معاه كاين الوزير كاين كداير المقدم تاع الرمى داير عشاط الدري ما قدرش يتفاوت وكاين وكاين القصاره وكاين التعارج وكاين بنادم طالعين كيجيو مفرجين اي فرجي من لهي من لهي معاهم شر ما معاهمش ما مر ما معاهم كلشي ياك العريس كان لبسو في الواد كاين الفرجيه وكاين التمير وكاين لبسوها جلابيه خفيف رقيقه وشلها مالفو وهون تم مطلعينو وكاين شي عاده ولا ما كاين والو كاين العاده العاده شنو العاده شنو هي كيتم طالع العريس يضربوا الناس الدراري وكلشي يفتح حتى يلحقوا الدار تلقاو العيال تما بالتعارجوا بالبنادر ايوا كيدخلوه يدخلوا سوق راس ولا لا يدخلوا يعني للمحل يدخلوا للمحل اييه عند العروسه لا بقى ما جاتش مازال زيد وقتاش كتجي العروسه حتى الليل حتى العاد العشاء حتى 11 ولا 12 ديال الليل علاش كتدخل زيد العروس علاش تجي كنجيبوا على الجمل ولا على بغل ولا على المراكبه شكون اللي كيكون وراها ها شكون اللي كاين يكون راكب وراها يكون وراها واحد الراجل جدا هو اللي كيشدها ويجي راكب مرادفه واش محرم يكون محرم يكون عنيه خالها نيت ولا جد ولا عمها ولا هو اللي يكون جاي مركب مرادفه هاكاك وإلا كانت جاية من الدوار نيت إيه أدري على يشكل عمه وخا من تشافر إيه على الزعمة من تشافر هي كي يتسفيلوا به إيه يتسفيلوا به بحال لا باغي تولد بحاله إيه لا باغي تولد بحاله واش تجيب معاه العروسة ها العروسة تجيب أش تجيب إيه أجيب عمه كان فكري البتاث كتجيب عمه الصينية البقراج البراد الكيسان الطاس كل شيء كتجيب وما تخلي حتى والصندوق كاين حتى هو كاين ديال الشلخ اي ديال الشلخ اش يكون فيه ها اش يكون يكون فيه حوايجها ها يكون فيه حوايجها دير فيه الحوايج ديالها وانت ديالك اش جابت ها انت ديالك بحال ماك الحساب بحال ماكواك بحال اش جابت فيه راه هي جابت داك الشيء اللي جابت يعني جابت الصينيه وجابت الطاس وجابت الكيتان وجابت البطاطا كان فكري البطانية ديال الصوفة ما كانش كيتصابوا من منجج من منجج واخا وقول كيجيبوا شي مزود شي اللي كاين مزود المزود كاينين شي يجيبوا فيه واش يجيبوا فيه نعلم الله بحال مرتك حتى جابت اه المرأة عندك مرتك جابت مساند مساند ربعة مساند جابت ربعة مساند اي ناوية تولد جوج في الأول وي ها زي والمزود اش جابت فيه والمزود نعلم الله على من عرضتي الوليد العرادة على من تعرضوا على من عرضوا القبيلة كاملة واحد الخيمة واحد الخيمة ايه اللي بغى يجي اللي بغى يجي مرحبا به كل شيء واخا واحد الخيمة يجي ولا جوف ولا دراري ولا كشي كل شيء يجي العيالات يجي الرجال يجي شحال من نهار كيدوز العرس كي يومين يومين ايه يومين والدوار كيتعاون ولا والو ها الدوار اللي في العرس لا التعاون ما كاينش والو كل شيء على مول العرس لا فاسه لك العناك تما كيخبز معاك الخبز
يخبزوا معك؟ اي العائلة ديالك الخبز؟ اي عاولوا. ونهار العرس كتكون شي غرامة كينش؟ كاين لقدم الغرامة كاين شي شوية. وليش ليش ليقى الغرامة؟ أه؟ الغرامة ليش ليقى؟ كان بكري تعرستي بغيت تجوزي ولدك. ايه أهلك لا تجيبي لهم الحوايج دفين ولا قفاتين ولا باش نيت اللي تبغوا يسموه يلوحوا عليك الفلوس يجيو يزوروك. ولا بدات كل الغرامه؟ لا بدات كل الغرامه. واش هذيك الغرامه عوين ولا شنو؟ وعوين يعاونوك شويه. ها؟ اي هيدو لك تقل. اي شويه يخافوا عليك. انت دايروا لك؟ اي وكاين كل واحد ماشي. واخا الختانه كي دازت الختانه؟ الختانه؟ ايه الختانه كيجي الحجام. يعلموه؟ جا الحجام يعلموه يجي. شكون اللي كان هنا معروف؟ وسيدي كاين واحد السيد من ولد عامر وكاين واحد كان بكري سوا يقول لي سوا يقول لي بالعربية كان حاجي له يقول لي حاج يقول لي بالعربية تو كان يختم التقادة دراري بعد يسيقوا الخبار اللي يهربوا وكاين يهرب كان يشدوه. ها؟ اي انت من هادو اللي لقطوهم ولا اللي هربوا؟ انا من هادو اللي لقطوهم. احنا ما كان بكري ما يختموش بكري صغار كان دري تيكبر سيعود راشد هذاك يختمو صحنيت انا عندهم مغاراتهم علاش زعما انا صافي كانت الدنيا هي ماج ما كاين حتى حاجه ولا عارفين شنو هو كيفاش قلتي لي الدنيا كانت الدنيا كانت هي ماج هي ماج اي كيفاش هي ماج ما عارفينش والو وتتم الناس اللي كبروا واش انا تنم الناس اللي كبروا ثلاث عدد ها ثلاث عدد تختمتي تختمت وتخدمت بالك شي 17 عام كوك ولا 16 عام الله يرحم الوالدين اي باش تختم شرفت يا صحيح واش ها اي واخا من نسقتي الخبار من نسقتي الخبار اي كيفاش نسقتي الخبار كيفاش نسقت الخبار لا يختنوك انا سايق الخبار ايه لما خويا تعرس ونتختموه في العرس ديالو هو تزوج اي انتوما خاصهم احنا باقي صغار منه وتختموه في العرس تاعو هاكاك أيه. وعرفتيها وعارفينها ما خفتي ما والو لا ما شويه تخاف كاين اللي كيخاف كاين اللي ما يخافش انت ما خفتيش وما تخافي والو راك عرفتي قداش هو ما شويه تخاف تمولف بالحديد ما خفتيش من لا ما نخاف ايه زيد كي يدخلوكم اش يقولوا لكم اش يقولوا لكم اش يدخلوا اي دخلونا خلي يدخلوكم يجيكم حط هو واحد الطابله كيديروا شويه على الغبار وكيشدوك من داخل واحد نقول لك يشد الدراري ولا بدا يكون صحيح صحيح علاش يكون صحيح اي خاصو باش يزقيك باش يزقيك ما تفوتيش تدرك عذرود ايوا كدير زيد واخا مني لقطك انت زيد ايه لقطني كيدير لك يديك يديك لتحت بحال ما هكايا يدير لك يديك تحت مراودك زيد ويشدك من هنا يزقيك ويشدك بعد يزقيك اش يقول لك الحجام اش يقول لك؟ اه راسك فوق شوف واحد يقول لك واحد الفريخ راه فينا هو يبان راه كيقول لك هز راسك شوف واحد الفرخ فينا واحد الفريخ تاع بارك في الشجره زيد ملي تهز راسك ايه يقول لك قرب اش يقول لك؟ اقرب من القف قرب زيد ايوا العدس صافي اي والدواء شنو؟ الدواء عندنا غير ديك تاع الكرم ديك السوسه ديال الكرم السوسه ديال الكرم اي السوسه ديال الكرم وكيدير لنا شي حاجه ديال الحديد الزرقاء وكذاك ويدردر لنا داكشي وشحال وتبرا؟ اه شحال وتبرا؟ وكتبقى عداد تبقى على 7 ايام 8 ايام 15 يوم عاد كتبرا واخا شكون اللي يحملو؟ اه مو اللي كتحملو مو اللي تحملو ها اي مو اللي كتحمل مو اللي تحملو اي مو اللي كتحمل كيفاش العاده شيني اه العاده شناهي العاده كيهزوك ملي كتحملو مو الدري الصغير الاخر ايه حنا كانوا اربع دراري ولا ثلاثه دراري الدري كيف اي صغير كيحملوه كيخرجوا يدوروا على الديار هنايا ياك كيزوروا ديال السبوله وكيزوروا وكيزوروا يديروا لي سبول على راسه على راسه وكيزوروا والدور بين الدوار كامل الدور بين الدوار ودخلوا لي الطهر اي للطهر الاخر شحال ياخذ ها شحال ياخذ هو داكشي اللي جاب الله صافي اي مولا بايد مولا البايد مولا 10 مولا 20 مولا 100 مولا كله كيعرف وانت شحال صورتي في الكسيده اين الكسيده قول لي الختانه الختانه سميتيها كسيده ايوا حيت فيها الدم
زيد كاين ندم زيد شحال صورتي هذيك 100 ريال 200 ريال 300 400 وغادي يكون مزيانه اي والله يرحم الناس امين يا سيدي با جيلالي كيفاش القضيه ديال اولاد فارس مني كانوا يبيعوا الفهامه كان قال لك العافيه مقطوعه العافيه مقطوعه ما كايناش كاع ما كايناش لا وقيد لا والو مع الناس باش يطيبوا باش يطيبوا ولا باش يضويوا لا باش يشعلوا زي قال لك اولاد فارس واحد دار برق عمرو حشك غبار ديال البهايم ودار فيه الماء ودار فيه الماء وطيبوا وكيقول لهم اللي بغى يشري الفهامه اللي بغى يشري الفهامه زيد جاوا الناس قالوا واش هي الفهامه قال لي خاصك اللي بغى تشري الفهامه تخلصي كاس كاس تشربوا وتخلصوا وتخلصوا عادة واحد قال لك جاب بيه تخلصوا بيه نعرفوا واش فاهم ولا مزف ولا ما فاهمش زيد جاب قال لك واحد كب ليه نص كاس كب نص كاس خلص كب نص كاس خلص قال لي كي جاك هذاك قال لي فيه بحال لطمة فيه بحال بحال شي حاجة شي حاجة ما هياش ما هياش فيه بحال لطمة بحال لطمة ديال داك قال لي تخاصك كاس ونص انت دابا ماشي خاصك عكاس خاصك كاس ونص كاس ونص زي عقب عمر لي الكاس شربو قال لي كي جاك قال لي فيه لطمة ديال الروت قال لي فيه ريحة الروت ريحة الروت اش قال لي قال لي تعتي تفهمي ها تعتي تفهم درك يلا انت عرفت المزيان انت دقاتي فهمي كيبيعوا الفهامه يبيعوا الفهامه ولا انت با جيل اللي شربتي كاس ولا ربع تقر با جيل لا عطوني البراد كله ترك واقيلا شارب البراد كامل كامل كيفاش قلتي لي اش قال سيدي عبد الرحمن المجدوب يا عبد الرحمن المجدوب اش قال الزمانية الغدار الزمانية الغدار وهرسني من دراعي يا المهرسني من دراعي انزل من كان بو حاكم انزل يا من كان بو حاكم وركب من كان بو راعي انزل يا من كان بو حاكم وركب يا من كان بو راعي من كان بو راعي الزمانية الغدار وهرسني من دراعي انزل يا من كان بو حاكم وركب من كان بو راعي ليش من يهزل ليس من يهزل ولي يركب ينزل ولي يركب ينزل بعيني شف الطير الحر بارك ولد موكا يجري على الحجل بعيني شف الطير الحر بارك ولد موكا يجري على الحجل على الحجل ليام تقلبت حد ولا سبت الحمد لله بعيني شف الطير الحر بارك ولد موكا يجري على الحجل على الحجل قالت الحيه كيفاش الوالد هذوك اللي غاديين يجلبوا غادي يجلبوا في ولاد السي موسى وجاوبته في الوكارفة دراري زي عاد واحد سيد نسيبهم ذبح لهم معزة قالوا عرفتي اش كاين ما تبقاوش تاكلوا تتموا تافقوا تافقوا ما نشوهوش في الماكلة ما نشوهوش في الماكلة احنا بعد نديروا الصواب ونوضوا نايضين نوضوا نايضين زي عقب سيدي بداوا ياكلوا واحد فيهم تشاخر هذاك اللي تفكر الكلام تفكر الكلام تشاخر بداو يا الاخرين ياكلوا هو عقب ثاني يزيدوا ياكل قال لي مالك وليدي تاخرتي قال لي يا خالي احنا كنا متفقين بلي ما نبقاوش ناكلوا حتى نتموا خاصنا نديروا الصواب قال لك هو عطاهم هو عطاهم بطانيه وهذوك ماتوا في السمر هو اللي دار الكلام هو اللي بقى في كلامه غطاه والاخرين خلاهم عليا ها وراه شبعانين هما ما يثقوا كاع الاخبار ما يثقوا كاع الاخبار البلد ولكن الا كذا هذا النفنافي ديال هذا الوقت ظهرهم راه غيصبح من الدين قال لك ثلاثه كيجيبوا اخبار الليل قال لك اللي عنده البرغوت اللي عنده البرغوت والعريان والعريان واللي عنده الجلاخه الجلاخه اللي مجلخ من فمه الجلاخه من فمه اللي واكل الكرم هادو قال لك يجيبوا اخبار الليل كيف زعما باتهم فايقين اللي عدو البرغوت راه يضل يحك راه يبات يحك زي الاخر العريان باش باش يجر ما يسمى يجر والو هذاك المسكين غيموت على السمر هو هذاك المجلخ تا هو المسكين باش يبربر خاصو يتقادى مع البرد فمو مسكين فمو واش قربوا للكرم تاعو الشرقي كيفاش هذاك الشاوي اللي كان مصاحب مع المسكين هما كانوا صحاب زي
هذاك يجي عاد هذاك وهذاك يدي جماعه عاد هذاك وهذاك تا هو ملي بغى يمشي تا هو يدي جماعه وهو المسكين يمشي عند الشاوي كرمو هو وصحابه وجماعته وداك الشيء الساعه فين تصيفط معاه قال لي انا راني غادي نزورك انا وجماعتي هذا الشاوي هذا الشاوي غادي يجي عند المسكين غادي يجي عند المسكيني زيد هو المسكيني عزيز عليهم الغنم منطقه ديال البروج عزيز عليهم بهيم بزاف ما يقدروش يذبحوا الا ما يقدروش يذبحوا زيد لا تغشم عاد يذبح زيد وما لا ما تغشمش ما يذبحش زيد جاء عند الشاوي قال لي شوف قال لي انا راني جيت معايا الجماعه ديال الشاويه وتا قال لي الله يجازيك جيب الحولي تاع الغنم وملي قول هاد بيحتكم الجماعه وغادي تم اللي تبغي تذبحي راني غادي نحلف عليك جاب هو الحولي فحال ديال الغنم عارفو بحال جاب واحد من ولادو الا جاب لي الحولي ديال الغنم هنا في بني مسكين بحال جاب لي ولدو زيد اجاب الحولي جاب الورقه وقف على الباب على المحل اللي فيه الجماعه قال لي هاد بيحتكم الجماعه هاد بيحتكم الجماعه هاد بيحتكم صاحبي يتسنى في السيد يحلف عليه زيد ما حلفش الحولي طايح وشاد وجن وفيدو زيد النوبه الثالثه ما جاوبوش قال لي بغيت تخليوها من الدار الله يخليوها من الله ورموا القدام ويجر على الفحل ديال الغنم كيفاش قلتي ديال الفقيه الفقيه كان مشارط في البروج زيد واعدينه بالخبز واتاي خبز واتاي والزيت خبز واتاي والزيت خبز واتاي والزيت قهروه قهروه وهو يمشي لتادلة أمشى لتادلة صاب الخيرات واللحم والخضار والديسير وذاك كرموه وهو يجي عند واحد الفقيه أخر من بلاد تو دار زيارة ذاك الفقيه جا عنده تما توضى دخل الجامع بغى يبدا يصلي قال لي الفقيه أنت فين جات القبلة قال لي فاق مع البروج والدنيا كلها قبالي فوت على الخبز واتاي قال لي فوت على البروج والدنيا كلها قبالي فين ما عجبك صلي هاد الفقي منين الشرقي انا ولا مسكيني الله يرحمه من عندكم اييه ما حقلو قال لي فوت البروج وقال لي وصلي الدنيا كلها قبالي صافي ايه حقاش كرموه تادلا باللحم وبالكفتة وكيفاش الشرقي هذاك اللي مشي يعزي في الدار البيضاء هذاك اللي مشي يعزي في الدار البيضاء هو مسكين مجواف عنده ذات كبيرة مجواف سيد وكال وكابر في العروبي يوم ويكميمة والو عنده الجوف متيشة هي فتوحة ليه زيد أول حاجة ما ضربته الهواء ديال البحر عاد خاصوها ما يقمقر كاك زيد دابا تما راك عارف مدينة هذه حليوة هذه بسيطة هذه العيبة دابا دوك العيبات اللي حطوا لي ديال الزبدة وديال داك الزويتين ما قداليش مع داك الخبز ديال المدينه وداك الشيء رهيف ضعيف ما صابو علاش يزير بغى يزير تاعيا في الكراوي وما صاب ما علاش يقبض والو والو بحال الزرع ملي يكون بقايبور زيد دارت الايام دارت الايام جا العروبيه مات واحد السيد تو توفى في العروبيه تو جاي عزي فيه هنا في البروج او تتاش من خيرات هذه زيد جا السيد كرموه عرقه زنطه خبز واقف والقمح واقف الخبز ديال القمح واللحم السيد هو يتقهم زيد هو يتلفت عاد صاحبه قال لي راه هادو هما الناس اللي يتساهلوا الموت سمعني الموت كي قال لي راه هادي هي الموت تتم اي السيد عقب بدن ودار ثاني ذاك وصح وصح ما بقاش في ذاك العيال اللي كان فيه مسكين وكان وكون بقى في المدينه كان مشى فيها وكيفاش هاد الايامات ديال المرض اللي ما كيخرجش بنادم فهاد كورونا ما كانش بنادم كيخرج ذاك الوقت زيد ما كانش يخرج كلشي كان كيجي للدوار القزاره الخضاره مالين الدجاج مالين الحوت كلشي يجي للدوار زيد هاد السيد هذا ديما غايجي شي واحد يدير كلاكسون هاي طاقط هاي طاقط ولا يبرح او يبرح تقول ليه المراه نوض شوفها شكون طوط شكون طوط اش عدو هذا ايه اخرج المره الاولى جاب الدجاج زيد طوط الاخر تاهو سير جيب جاب الخضره زيد طوط الثاني جيب الديسير زيد ويعيا واش عيا بالمشي وعيا من الريالات من جبد عيا من جيبو عيا من جبد زيد اخويا هذاك الجبيد خايب خايب وي خرج ارجع قالت لي اش عدو قال لي عدو العيالات عدو العيالات قالت لي دوز قعدتم
دوز قرد تل هادشي ما معناش. كيفاش هذاك العامي؟ هذاك العامي حاسو الباتا فسراغنا راع لي الليل وما صافيني بات. هو يقصد واحد دوار الحاج مشى للجامع، الجامع بلا فقيه. ايوا مشى للجامع قال لي تا اشني حرفتك؟ قال لي ودي انا فقيه باغي نشارك. هو عامي زي ايوا باتو كارمينو بات شبعان. الصباح صباح واحد السيد موفي من هذاك الدوار لي ديال الجامع اللي بيتي هو وهما يجيو. مات شي واحد؟ مات واحد ناري ناري قفر امسي. وهما يجيو قالوا سيروا للفقيه اللي باغي شارط لي في الجامع يجي غسلو. اتصل بيا مسخوط الله زيد. قال لي تعال الفقيه واحد السيد راه صابح ميت تعال غسلو. تعال غسلو. قال لي ودي انا حالف على الغسول كن نغسل في واحد الواحد وحيه في يدي ومن ثم حلفت على الغسول ما باقي نغسل حتى واحد والو. قال لي تعال احنا غسلي احنا بغينا يحيه تعال ها ماذا بينا احنا الحيه في يدك زيد. السيد عقب قال لي مسير وانا اتابعكم. قال لي تعال غسل السيد. قال لي ما سير وانا اتابعكم. السيد زرق ما عادوا حتى صوره باش يصلي والو. غابنت لي الفجوه هو يورك ما وقفت لبني مسكين من سراغنا لبني مسكين ما تاش تاش الشرقي الا انا ما نديرهاش. قدم لكم برنامج ريحه الدوار بمساهمه مجموعه